نحن فريق جوفينتا من جامعة دار الحكمة. معنى كلمة جوفينتا الشباب باللاتيني. سبب اختيارنا لمعنى كلمة الشباب باللاتيني لأن الأطباء يدرسون الطب باللغة اللاتينية. رؤيتنا مستشفيات مفعمة بروح الشباب والحيوية. رسالتنا نشر ثقافة أجر إدخال السعادة على قلب طفل. بداية كان هدفنا المشاركة في مسابقة أمواج فرح المقدمة من شركة إنجاز الغير ربحية، ولكن بعدما نزلنا للميدان وشفنا مدى تأثير الفكرة على نفسيات الأطفال المرضى، قررنا أن نغض النظر عن الفوز أو الخسارة، لأن ابتسامة الأطفال قضية يستحق النظر فيها. بالإضافة إلى زيارتنا للمستشفيات، أقمنا حملة تجميع كتب في الحرم الجامعي، ولله الحمد بالتعاون مع طالبات دار الحكمة جمعنا أكثر من 200 كتاب خلال 3 أيام فقط. وسيتم توزيع هذه الكتب على الأطفال بالإضافة إلى الهدايا والحفلات المقامة في المستشفيات. وهذه المسابقة تحت إشراف شركة إنجاز برعاية كوكاكولا.